كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا يقول هل من سأل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تأفى توب عليه. قل كل اللي في خاطرك لله وانت ساجد. كثير اللي يجيني يقول تكفى ادعي لي بالهداية، ادعي لي لأترك الدخان، ادعي لي أن الله يقضي ديني. زين، الله قريب منك إذا كنت ساجد بين يديه. بعض الناس لما يشكي لك ودك تطيع عيونك لكن ما تملك شيء، أنت عبد فقير، لكن اذهب للي خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. اللي عرفها صح يعقوب عليه السلام، تجيه المشاكل، تجيه الهموم، يفقد ابنه يوسف ويفقد ابنه بنيامين ويفقد بصره. ذكر أهل السير أن في يوم الأيام أن يعقوب اشتكى إلى الله جل وعلا في آخر الليل، يقال يا رب أما ترحم ضعفي وانكساري وقلة حيلتي وفقدي لابني يوسف وفقدي لابن بنيامين وفقدي لبصري وقد احدودب ظهره ورق عظمه وشابت لحيته وسقط حاجباه. وأخذ يعقوب يلح على الله جل وعلا، انكسر بين يديه، ترى الله يبغى هذا القلب ينكسر له سبحانه وتعالى، والله إذا انكسر هذا القلب فأبشر بالعطايا. أقرب باب يوصلك إلى الله جل وعلا الذل والانكسار للعزيز الجبار سبحانه وتعالى. وهذا حال يعقوب، يلح على الله جل وعلا، يلح على الله جل وعلا. ثم قال الله ليعقوب اسمع وتأمل. ثم قال الله يا يعقوب اسمع، وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو أن يوسف ميت لأحييته لك. فلما رأى الله سبحانه وتعالى انكسار يعقوب وافتقاره أرجع له ابنه يوسف وابنه الثاني بنيامين وأرجع الله له بصره. يعقوب عليه السلام أعطانا قاعدة عظيمة كيف نتعامل مع الله إذا أتتنا الهموم والغموم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. دائما بث همومك إلى الله. الخسارة لما يموت الشخص تعرف على كل شيء، علاقات، أصحاب، جروبات، حسابات، لكن ما تعرف على الله. والله لما تدخل في قبرك الكل يتخلى عنك والكل يخليك، ما تسمع منهم إلا قرع النعال، لكن خلك مع الواحد الأحد سبحانه. يقول أحد السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا يعني ماتوا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، سألوا ما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله. نخطب حقه بالليل والنهار ومع ذلك يدعون للتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا الله جميع الذنوب، زين وش مطلوب منه؟ فاستغفروني أغفر لكم. مع أن الله غني عنا ترى وغني عن طاعتنا، الله ما تنفع طاعتنا ولا تضره معصيتنا، بل حنا المحتاجين له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهو الغفور الودود. يتودد لنا سبحانه مع أنه غني عنا وحنا نعصيه ولا نبالي. الواحد من لو ضاع جواله أو ما عنده نت أو أخوياه ما مروا في ذلك اليوم ضاق صدره، ما عندنا أنس بالله سبحانه وتعالى، حتى ما عنده استعداد يقرأ شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحلى كلام وأعظم كلام كلام الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الله يا جماعة لما تقرأ في سيرته تعرف أن هؤلاء ذاقوا جنة الدنيا قبل الآخرة. سجنوه في زنزانة الحالة ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال كلمات والله ما تخرج إلا من قلب عرف قيمة القرب من الله. قال ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة مع الله، وإن سفروني سياحة دعوة إلى الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ثم قال تلك الكلمات أنا جنتي في صدري. نعم، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قاعدة نبوية من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لما قال تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
أحببت أن أذكر نفسي بهذه الكلمات قبل أن أذكركم، لأن إذني أقرب من أذانكم، ومن باب وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.